بكم في فيديو جديد في الفورماسيون HTML. المرة هذه مش تعلموا كيفاش نردوا ان شونت اوبليغاتوار. معناها مثلا عندك انبوت انت مثلا فورميلا كلاحظتوا ساعات مثلا تلقى فورميلا يقول لك اعطيني النوم اليوزر نيم البرينو الباسورد الايميل حاجه من المكان سيدي راه معناها وبعد تجي تعمل انفوي مثلا تلقاك نسيت شون ما عملتوش يرجعك ديريكت لك شون هذاك يقول لك فو دي بي سيزير سي شون باش نتعلموا تو كيفاش نعملوا الفاز هذيك معناها كيفاش كي تنسى شون ولا حاجه يرجعك ليها يقول لك لازم تتعب نبدا معناها مثلا باش ناخذ بار اكزومبل باش ناخذ انبوت تيب ايجال تكست مثلا حلو بالي نتعلم كان عندك انبوت تايب ايجال تكست بعدين نيم ايجال مثلا نعملو برينوم نعطيو اي دي نبدأنا يوتيكي يعني هو خطوكم جيست تير اكزامبل تجمع خطوكم كل الحاجات هذه هي الفازة وين تو بالضبط مش تظهر بعد الانبوت متاعنا جيس انك يكفي مش تكتب التاب يلمو ريكوايرد اذا انت تكتب اي اي كي شوف وحدة وحدة مش تلالك ريكوايرد اللي هذيك هي اللي تخلي الشون يولي اوبليجاتوار نعم ونسى شو بعد نشوف الفيديو الثاني هذه هي اسمك معناها جست انا حطيت ابو تايب ايجال تكست ان شاء الله بعدك مش نعمل فورمولير ما عنديش بوتون هنا مش نعمل اونفوا ولا اونجسترمون الدنيا انا من نسيتي تو الكل مش نحطوا اللي تعلمناه الكل طبقناه الكل في الفيديوهات وانت تشوفوا معناها كي ننزلوا اونفوا من غير هذه من عمرو يرجع كان يكون في البيس ان شاء الله ان شاء الله فيديو هكا مش طويل ديجا نسالينا دائما نشوف ليش تعلمتوا تردوا انا ان شاء الله obligatoire شو ان شاء الله يكون عجبك الفيديو ما تنساش كان هذا مرة تتفرج في فيديوهاتي تعمل جيم تعمل بخاصة فن ما تنساش تعمل سبسكرايب اذا عندك اي كاستيون بعد في الفيديوهات اللي فاتت ما فهمتهاش ولا عندك كاستيون في الفيديو هذا تحب تعرف حاجة ولا عندك حاجة تحب تتعلم ولا تعرف ال HTML ما عندكش علاقة ممكن تنزل خبر الكاستيون تحت الفيديوهات ونكون فرحان برشا ان شاء الله.